يقال انه فما برشا كتبوا لك ولحنوا لك ونسبتهم لروحك، وفما شكون يقول انه الكل في قعدات وسجون يتذكر اللحن والرفران وانت تاخو وتكمل الباقي. هذا يقال انا عليك. اللي خذيته من عند الناس اي تكلمت عليهم وقلت عليهم، قلت باعوني بلا دلال جابها مستعب سلام ونظمتها انا، وقلت له عندك درودوتير قال لي لا صالح كتبها باسمك، هاو يسمع فيا. قلت سمعت شريكي بو في حمام لنت من عند ديوة المقطع الاولاني بركة وكملتها انا وعملتها باسمي لانه هو ما عندوش درودوتير. قلت راني خذيت يا مسهر اثنين الليل حتى الفجر ومن عند سيري ذا القلعي، هو اللي اعطاني البيت الاولاني قال لي كملها ولحنها وسجلها. خذيت اغنيه من عند شو اسمه احمد الزاويه، وخذيت من عند علي العيد، هذوم الكل هم حاطين اساميهم في الدرودوتر. نحكي على السوكسي الكبار. السوكسي الكبار انا هم السوكسي معناتها من جنة وترافيك نار، نكتب انت كلماتي والحاني إيه؟ بالدرودوتر بكل شيء. لا لا درودوتر انت بيان سور، ولكن يقولوا انه 90% منها ماخوذه من السجون ومن القعدات، والدليل انك توا اغانيك الكل ما عادش نجم تنجح كيما ذوك. عليه شنو من السجون ومن القعدات؟ شكون كان يغني فيهم الاغاني اللي غنيتهم انا؟ شكون كان يغني فيهم؟ معني اغاني شعبيه ما قطعها، ما يبدا رفران ولا لحن موجود تتقال في حبس في ناس ناس مربيت تكتب واحد وانت تاخو من عندهم، هذا يقال. ليه لا اخي، انا عديت طول طون في الحبس، انا عديت 3 شهور عسكريه راني. اللي قلت لك العبس وشهر بحادث مرور اللي تتكلم عليه انت، هذا يبدا معدي 20 سنه باش ياخو منه ومنه ومنه ومنه. هما كيما خلطوش باش يكتبوا كيما كتبت انا، ماك تعرف الشجره انا الشجره اللي يضربوها. الشجره كان التوسي ما يضربها حتى حد، كي تعد التوته ولا الكرمه يضربوها بالحجر باش تيح الغله ياكلوها. جوستومون انت دخلت للحبس على مشاكل وحوادث مش على النضال كيما لمحت وحكيت في فتره من الفترات، يعني ما دخلتش للحبس لانك مناضل ولا تقول كلام، دخلت في امور شخصيه. خلينا نرجع ساعه. لا اي قضيتي الاولانيه عسكريه ضد الامن، بدات بالامن. اش معناتها ضد الامن؟ مع الامن مع البريغاد، معركة مع البريغاد. شمعت قضية عسكرية؟ معناتها هرب من الجيش؟ ليه أنا عسكري وقت عملت القضية مع الأعوان، أنا عسكري وقتها. إيه. فلا معناتها أمور إطار هذيك في بعض. هذيك البداية. إيه. هذيك بداية. هذيك بداية. تو العسكر والعمل يعملوا غلط. إيه هذيك بداية. ما عندهاش علاقة بالله. لكن من بعد برضى علينا رومي، ما هي اللي ولات المشاكل فيها. يا ما دخلتش الحبس بسبب أغانيك. دخلت أما مش بقضايا. توقيف. كان في وقت بورقيبة هم يسمعوا فيا الأمن ويسمعوا فينا الكل. وقت بورقيبة كان البوليس يحكم كيما كل جمهورية، هز حط غادي خليه على دمتي. جمعة 10 أيام بعد يجيني، بعد جمعة 10 أيام. علاش هذا الكل؟ تعرفش علاش؟ أنا ما نمشيش مع السيستم، ما نمشيش مع السيستم، الهادي مع السيستم. سمعت صالح فرزي شبيه؟ هكا مجدود الحبس. مرة اثنين ثلاثة، تعرفش كيفاش؟ يا فار حبس، هو فار حبس، أي سايب عليك منه تلفت لغيره. تشويه سمعة. تشويه سمعة هذاك معقول به.